هذا عبد الله يقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله أن يحدثنا عن أهمية طلب العلم الشرعي، وما المراد بالعلم، وما هي الأداب التي يجب أن يتحلى بها الدارس والطالب لهذا العلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا سؤال مهم، وهو طلب العلم أمر ضروري. كل مسلم ومسلمة لا بد أن يتعلم ما يستقيم به دينه من عقيدته وصلاته وزكاته صيامه وحج وما زاد على ذلك من أحكام المعاملات والمواريث وغير ذلك، فهذا فرض كفاية. إذا تفرغ له من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة من أكد السنة. ولا بد من وجود العلم، فرض الكفاية لا بد من وجوده، وله لازم أن يأتي به كل واحد. إذا أتى به جماعة أو فئة من المسلمين في المجتمع كفى، سد حاجة المسلمين، وإذا تركه الكل أثم. طرق طلب العلم معروف، كما كان السلف يجلسون على أهل العلم المعروفين به ويطلبون العلم على أيديهم. لا يؤخذ العلم إلا عن العلماء المعتبرين، لا يؤخذ عن الكتب فقط والمطالعات، لا يؤخذ عن الجهال والمتعالمين، إنما يؤخذ عن العلماء المعتبرين المعروفين الذين هم محل القناعة عند الأمة، أو يكون من طريق تعليم النظامي المدارس والمعاهد والكليات الشرعية. تعليم النظامي يكون منضبطا وله مقرراته ويعين له أكفاء من المدرسين، يأخذ العلم عن هاتين الجهتين، أما عن العلماء المعتبرين يجلس عندهم في المساجد في حلق الذكر، وإما عن طريق التعليم النظامي الشرعي. والعلم إنما يقصد لا لذاته، وإنما للعمل، يقصد للعمل به ولأجل نفع المسلمين، لأجل أن يعمل به صاحبه ومن أجل أن ينفع به المسلمين. نعم.